مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على عجبكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. النهاردة هنعمل الوصفة الجامدة جدا دي. النهاردة هنعمل الجلاش الصيامي أو البوريك الصيامي بطريقة سهلة وبسيطة. بجلاش هنعمله، وكمان ممكن أقول لكم من غير الجلاش تعملوه إزاي. وهنعمله النهاردة بحشوتين صيامي، هما الاثنين احلى من بعض بطريقتين، سهلين وحلوين جدا جدا جدا، وبامكانيات في كل البيت. واحلى حاجه ان الطعم بتاعهم هيبقى خرافه، وهقول لك ازاي الجلاش يطلع معاك مورق وما يطلعش مكتوم كده، وكمان ما يطلعش مكسر. ازاي تقدري تطلعيه كده من غير ما يبقى مكسر؟ شايفين منظره تحفه بجد بجد. بس لو لسه ما شاركتوش في القناه، اتمنى تدوسوا على كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، تفعلوا الجرس على كلمه الكل، ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو وكومنت حلو يشجعني. ويلا نبدا حالا. اول خلطه عندنا هي خلطه الفول الصويا، ودي تقريبا بتدي نفس نتيجه مثلا زي الشاورما او الفراخ، بتدي نفس النتيجه بتاعه المشروم او الفراخ، لان بتبقى نفس الشكل تقريبا بالظبط كده. هنجيب بقى عندي كوبايه، ربع كيلو من الفول الصويا، وهبتدي ان انا انقعه حاجه بسيطه كده مثلا في ربع كوبايه ميه دافيه، وابدا ان انا اقلبه كده مع اضافه الميه. ابدا ان انا اقلب كويس كويس جدا، وبعد كده انزل بربع كوبايه تاني، علشان لو نزلت بالميه على طول على الفول الصويا كلها مره واحده، اللي بيحصل ان الفول بتاعي ما بيبقاش مفرول كده زي شكل اللحمه المفرومه. وبعد كده بنزل عليه بمكعب مرقه خضار عندي، وممكن كمان اضيف بهارات العاديه اللي هي الملح وفلفل وكزبره وكمون، مش لازم يعني مرقه خضار، ورشه شطه ورشه بابريكا، وابدا ان انا اقلبهم زي كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده في اكمل باقي الخلطه بتاعتي، بجيب معلقتين من الزيت. ممكن على فكره استغني عن الزيت خالص لو احنا عاملين دايت او عايزين الاكل بتاعنا يبقى صحي وبسيط. ابتدي اجيب معلقتين من الزيت، وابتدي ان انا اشوح فيهم بصلايه اكون مقطعاها رفيع جدا، علشان ابتدي ان انا اعمل العصاج بتاعي. واجيب معاها فلفل، ممكن استخدم فلفل الوان او فلفل اخضر رومي حراق اللي موجود عندنا. نقدر نضيف هنا كتير جدا من الخضار، يعني ممكن نضيف مثلا بروكلي متقطع صغير جدا، ممكن نضيف مثلا قرنبيط متقطع صغير جدا، ممكن كمان نضيف جزر مبشور، كوسة مبشورة. كل الحاجات دي هتمشي في الوصفة وهتبقى حلوة جدا جدا جدا. هنبتدي ان احنا نضيف الخضار دلوقتي على الفول الصويا بعد ما نشفت منه المية خالص وفرول معانا زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي بقى اقلبهم كويس جدا، اضيف لهم بقى البهارات بتاعتي او التتبيله بقى بتاعت الفول الصويا اللي احنا بنعملها كده عشان تبقى طعمها حلو. بس قبلها هكون مقطعه طماطمايه، ويستحسن تكون من غير ميه، اكون شايله الميه اللي فيها، الجلد بس او اللحم بس بتاع الطماطم هو اللي ناخده، علشان ما يبداش الفول الصويا بتاعي يتبل تاني ويبقى معجن. لا، عايزينه يبقى مفرول علشان لما يدخل الجلاش بتاعي ما يتكسرش. هضيف بقى البهارات بتاعتي، ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، رشة كمون وبابريكا، وابدأ ان انا اقلبهم كويس جدا جدا. وابتدي دلوقتي خلاص اسيبهم يتشربوا كويس ويتبهروا حلو على النار لمدة دقيقتين، وبعد كده انزلهم وخلاص. دي بقى عندي الوصفة الاولى او الحشوة الاولى، ودي تنفع في وصفات كتير جدا جدا، دي ما تخلاش ابدا من عندك في التلاجة بالذات في الصيام. الخلطة التانية الصيامي سهلة جدا جدا، هي هتتعمل من العدس. العدس بجبة زي ما انتوا شايفين، وتقدروا تغيروا في الوصفة دي كتير جدا. هقول لكم على كذا مكون تقدروا تعملوهم من وصفة واحدة. هجيب عندي الطاسة وهرش احط فيها كده رشتين او معلقتين من الزيت، وهنزل ببصلاية، وابتدي ان انا احمر البصلاية كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. واول ما البصلاية تبتدي تدبل معايا وتوصل يعني لونها كده يصفر شوية، ابتدي اضيف الفلفل زي ما انتوا شايفين. وممكن هنا تضيفوا بقى اي خضار انتوا حابينه، ممكن تضيفوا طماطم، وممكن تضيفوا كمان زي ما قلت لكم جزر وكوسة. هنا العدس ده ليه بديل، يعني لو انتوا مش حابين فكرة العدس جوه الجلاش او البوريك، ممكن تعملوا حاجات تانية هقولها لكم دلوقتي. بس العدس عشان تعملوه لازم تنقعوه في مية قبلها
لمدة ساعتين، وبعد كده تفرموه في الكبة كويس جدا علشان يبقى معانا مش باين انه عدس، يبقى معانا كده مادة مخلوطة، وفي نفس الوقت لما تنزل في الخلطة بتاعة الخضار يبقى ليها شكل جمالي وطعم حلو، لانكم لو حطيتوا العدس كعدس مش هيبقى حلو. وابدا ان انا اقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه، واحط نفس البهارات بتاعتي، ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر ورشه كمون ورشه بابريكا. دي الخلطه التانية. ممكن تضيفوا بدل العدس مشروم، وتكونوا مقطعينه صغير جدا جدا، هيبقى حلو وجميل وتحفه. كده احنا عملنا الخلطتين، تعالوا دلوقتي نشوف هنعمل ايه او هنجهز الصينيه بتاعتنا ازاي. كده بقى احنا خلصنا الخلطتين بتوعنا، تعالوا نشوف دلوقتي ازاي هنحشي الجلاش بتاعنا من غير ما يتكسر خالص، وازاي يفضل معانا الجلاش طري من جوه ومقرمش من بره، بس بشرط ان الورق بتاعه ما يتفرولش ويبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. تعالوا نشوف هنحشيهم ازاي وازاي هنعمل كل خلطة. اولا لما نيجي نشتري ورق الجلاش او نيجي نشتري الجلاش، اول حاجة نعملها نسيب الجلاش يفك خالص، ما نطلعوش من العلبة او الكيس خالص، وبعد ما الجلاش يفك ونضمن ان هو فك خالص نطلعه بالراحة، نفكه منه العلبة وبعد كده الكيس، وبعد كده نفرده بالراحة خالص، ولازم نغطيه بقماشة من فوق ومن تحت قبل ما نبتدي نشتغل فيه. ونشتغل في ورقتين ورقتين، يعني كل ورقتين من الجلاش نجيب الورقة، ولازم ندهن ما بين كل ورقة والتانية رشة زيت خفيفة، علشان الجلاش ده بيكون عليه طبقة نشا، فاحنا لو ما دهناش دهنة الزيت اللي انتوا شايفينها كده الجلاش مش هيورق معانا. زي ما انتوا شايفين كده انا هوريكم دلوقتي طريقة لفة كده انا بعملها للجلاش، حلوة جدا جدا. انا عملت الصينيتين بحشوتين، حشوة الفول الصويا وحشوة العدس، وهوريكم قد ايه الحشوتين حلوين جدا جدا وطعمهم خرافي قوي قوي. انا حبيت كمان اضيف خضار زيادة مع الحشوات عشان ازود القيمة الغذائية بتاعتهم. انا بلف لحد نص الورقه كده، وبعد كده بلف الورقه والفها والفها من الناحيه الثانيه. الطريقه دي اولا بتخلي الجلاش معايا ما يتكسرش، لاني مش هقطع كده بالسكينه. تاني حاجه ودي الاهم يا جماعه، ان الورق مش ههدر ورق كتير، لاني تقريبا كده هلف الورقه كلها، فهستفاد من كل ورقه الجلاش. ودي طريقه حلوه جدا، اتمنى بقى لو عجبتكم اللفه بتاعتي دي بتاعت الجلاش تعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش بقى تشتركوا وتفعلوا الجرس على كلمه الكل، وما تنسوش بقى كومنتاتكم الحلوه اللي بستناها، قولوا لي ايه رايكم في لفه الجلاش دي. خلصنا الجلاش، قبل ما نقطعه لازم ندهن وش الجلاش كويس بالزيت علشان لما ننزل نقطعه وهو ني ما يتفرولش معايا، ودي حاجه مهمه جدا. لما نقطع يا نقطع بالسكينه تكون حاميه، يا اما بقطعه البسبوسه دي حاجه كده تكون بتدخل للاخر، وفي نفس الوقت تقطع الجلاش معانا ما تخليهوش يتكسر. وبعد كده بدي رشه للجلاش، زي ما انتم شايفين الجلاش بيدخل على فرن ساخن، اكون مسخناه قبلها ب10 دقايق، وبعد كده بحطه في الرف في الوسط، وبعد كده بيتساب من 10 دقايق لربع ساعة بس، كل شوية نقلبه، هنقلبه كمان على الناحية التانية، بيطلع معانا خرافي جدا جدا جدا. هنشوف دلوقتي النتيجة. دي الصينية اللي اتعملت زي ما انتوا شايفين كده بحشوة العدس، تحفة بجد بجد هتعجبكم. ودي الصينية اللي اتعملت بحشوة الفول الصويا، والاتنين احلى من بعض واجمد من بعض. اتمنى بقى الوصفة تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد، كومنتاتكم الحلوة الجميلة اللي بستناها وبفرح بيها دايما، ولايكاتكم واشتراكاتكم في القناة. تحياتي ليكم وبألف هنا وشفا، واستنوني كل يوم ان شاء الله في وصفات صيامي جديدة وجميلة وحلوة ومعجنات، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.